عن خباب أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه وهو في داره جاء طير وهو عنده فوقع على شجرة حمام أو عصفور، فنظر إليها أبو بكر الصديق رضي الله عنه فقال: طوبى لك يا طير، ما أنعمك على هذه الشجرة، تأكل من هذه الثمرة ثم تموت، ثم لا تكون شيئا، ليتني مكانك. انظر من القائل، أبو بكر، ليتني مكانك. فأبو بكر حطم نفسه التي يمكن أن تنظر إلى حالها فتغتر أنه مبشر بالجنة، فحطم النفس الأمارة بالسوء بحيث تمنى أن يكون طيرا. فماذا نتمنى نحن؟ فما هو حالنا ونحن نغتر بصلاتنا وصيامنا وذكرنا لله، أو بطلب العلم، أو بصدقة، أو بعمل صالح؟ هم يزدادوا من العمل الصالح، وكلما ازدادوا من العمل الصالح ازدادوا تواضعا لله، حتى أنهم تمنوا ألا يكونوا شيئا. ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال وقال أبو بكر: يا ليتني شجرة تعضض ثم تؤكل. وقال: يا ليتني كنت خضرة تأكلني الدواب. وقال: أخذ عمر بن الخطاب رضي الله عنه تبنة فقال: يا ليتني مثل هذه التبنة، ليت أمي لم تلدني، ليتني لم أكو شيئا، ليتني كنت نسيا منسيا. انظر، أبو بكر يتمنى أن يكون خضرة تأكله الدواب، وعمر يتمنى أن يكون تبن. ولا حول ولا قوة إلا بالله. وأيضا أن عمر قال حين طعن: لو كان لي ما طلعت عليه الشمس لافتديت به من كرب ساعة، يعني بذلك الموت، فكيف ولم أرد النار بعد. إذا انظروا إخواني في الله، عمر يقول أنه سيفتدي بالدنيا كلها بسبب كربات الموت، فكيف يكون حاله؟ إذا انظر التمني عند السلف، تمنوا العمل الصالح وتمنوا ألا يكونوا شيئا حتى يهضموا نفوسهم.